اهلا وسهلا بكم معنا في سانتياغو برنابيو، ومع الجولة 29 ومع الموعد الكروي الاهم على مستوى اوروبا بل كل على مستوى العالم، ما يعرف بالكلاسيكو، لحظة الحقيقة والمواجهة المرتقبة والتي يترقبها كل عشاق او كل عشاق المستديرة في كل مكان. انخيل دي ماريا الجهة اليمنى بيل، الجهة اليسرى رونالدو، ورأس الحربة كريم بنزيما. بالنسبة للبارسا اليوم على يمين الشاشة يلعب بفالديس في حراسة المرمى، دانيال فيش على الجهة اليمنى، جورتي ألبا على الجهة اليسرى، وسط الدفاع بيكي وماسكيرانو، وسط الميدان تشافي بوسكيتس وكذلك فابريغاس، إنيستا على الجهة اليسرى، نيمار على الجهة اليمنى، ورأس الحربة سيكون ليو ميسي. واحد على واحد كريستيانو يمر يحاول أن يسوي الأسر يحافظ على كرته، الآن مضغوط عليه بجانب داني رونالدو يحاول المرور، مضغوط عليه من أكثر من لاعب، التدخل الأرجنتيني، الإبعاد من ماسكيرانو، من هناك ميسي انطلق نيمار خطيرة أول كرة في المباراة، كرة من جانب لوكا مودريتش مضغوط عليه تسل الآن بوسكيتس مضغوط عليه من جانب كارفاخال بيل لكريم وبنزيما كرة لكنها بعيدة خطيرة. الفارق بيننا أربع نقاط ليس إلا بيكي، ويصل مباشرة لتشافي، تشافي يلعب لنيمار، نيمار عليه فابريغاس، طبعا دانيال فيش راح لميسي، ميسي كرة صعبة وهيدا ممتازة، جول 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 جول, جول. فعلها أندريس إنيستا، فعلها أندريس إنيستا بيسرى توغل، يلعب من تمريرة من ميسي، عندما يستلم ميسي ويتوغل ويمرر، إنيستا في المكان المناسب خرج خلف المدافعين. الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين. جارد بيل انطلق، جارد بيل يزيد في السرعة، راح جارد بيل يواصل، جارد بيل انطلق، هيا منه جارد بيل، جارد بيل، أوه لبنزيما، بنزيما يوقف الكرة. بنزيما يمر وكرة سهلة لفيكتور هيرنانديز، تعود مرة أخرى لمارسيلو، ها هم يحاولون الضغط أكثر، عناصر ريال مدريد بكرة على اليسار، دي ماريا من الأول مرة، من الثاني مرة، من الثالث مرة بالكرة، وكريم! فابريغاس، فابريغاس ميسي بيتسلل، اوه يا ميسي، ضاعت من ميسي، يا إلهي، حفوة قاتلة من دفاع الملكي، هنا انطلق ميسي وهنا ضرب باليسرى، ولكن التغطية من داني يستعيدها بيل، على اليسار لمسة جميلة إلى دي ماريا، البحث عن عربية كرة عربية جميلة خطيرة كريم بنزيما يعدل النتيجة للرال، ملعب سانتياغو برنابيو يهتز، هدف التعادل للرال، يا له من هدف، كريم بنزيما ينقذ راسه ينقذ الرال، هدف لكريم بنزيما، التعادل، الريال يعود برأسية جميلة بل في منتهى الروعة، الله على دي ماريا وبنزيما من راس لوكا مودريتش من طريق الكره دي ماريا وكذلك مارسيلو، مارسيلو دي ماريا يرجع لوكا مودريتش، مارسيلو انطلق، مارسيلو دي ماريا كره صعبه للريال، ادخل دي ماريا، بابا جول جول الآن يمكنك أن تموت بعد أن تمكنت من إعطاء هدفين لفريقك،
هدفان مقابل هدف واحد. زلزال في سانتياغو برنابيو، زلزال لأن الريال سجل هدفين، وزلزال لأن الريال سجل على البارسا، وزلزال لأن الريال عاد من بعيد. لم يفهموا شيئا عشاق الريال. رونالدو لدي ماريا، الحق دي ماريا، الحق دي ماريا، كرة صعبة الريال مع الباس دي ماريا، والباس دي ماريا يمر ويلعب كرة جميلة وكريم الراس، كريم خطير ولمسة وبيكي يتدخل. بنزيما لو سجلت الثالث ستدخل التاريخ، أمر لم يسبق وأن حدث في التاريخ. نعم يا بنزيما لو سجلتها يعني تكون سجلت 3 أهداف في ظرف 10 دقائق، 3 أهداف على برشلونة، 3 أهداف في الكلاسيكو، 3 أهداف يسمحون للريال ربما بالفوز بلقب الدوري. ستدخل التاريخ يا بنزيما، ولا واحد في تاريخ المواجهات بين الريال والبارسا سبق له وأن سجل ثلاثية في ظرف 10 دقائق. من جانب إنييستا، إنييستا تعطي الكرة الآن عبور الرسام، بعد ذلك لمسة إيجابية، اللمسة من ميسي وجود جميلة، ميسي حالة لمرابس، ميسي بلدية لنيمار خطيرة، وكرة وميسي! فعلها اليوم! الله أروع! الله يا ميسي! هدف ليونيل! أنت غريب وعجيب يا ميسي! أنت من كوكب آخر يا ميسي، الحظ معك، أنت فنان معركة فوق أرضية الميدان. لمسة لكارفاخال، بيل الوتو كارفاخال، وعرضية وتغطية، يستعيدها المدافع الأيمن، كارفاخال عرضية خطيرة، بنزيما! يا إلهي! جميلة من كريم! بنزيما بالراس، الريال كان قريب، وبنزيما يتألق، بنزيما يلمع في الكلاسيكو. راح كان بيل هنا قاعد يواصل بيل، خطيرة بيل، رونالدو مرة أخرى باليسرى يسلم خط دي ماريا يرفع لجارت بيل، يا سلام يا بنزيما، يا سلام يا سلام عليك يا بنزيما، ماذا ضيعت؟ كادت تكون الثلاثية لكريم بنزيما، جارت بيل بنزيما تقريبا على خط التسلل، مثل ما وصلته سدده، الحارس صدها ببراعة. كرة وسط لبنزيما يلعب لرونالدو، رونالدو، ضربة جزاء، جول، ضربة جزاء رونالدو. قلت لك وتساءلت يا كريستيانو، هذا موعد كبير. رونالدو وفيكتور فالديس، رونالدو، جول، كريستيانو والثالث للريال، يا له من أجواء، رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد، يا له من مهرجان ويا لها من مباراة، 3-2 صارت النتيجة للريال، جول الثالث لريال مدريد. رونالدو يمنح التفوق للريال. رونالدو طلب كرة ممتازة لدي ماريا لبنزيما، جارت بيل، فيكتور فالديس، بنزيما مصاب يسجل ثنائية ويمرر بالبراعة وبالأعجوبة اللازمة. شوف الاستلام رغم أنه ساقط، بالعقب ممتازة ناحية جارت بيل، من هناك كاد الويلزي يسجل الرابع. لو ياتي الرابع للريال، لو ياتي الثالث للبارسا. للبارسا عرضية نحو القائم الثاني لكنها تبعد من جانب إنييستا، إنييستا يسارية جهنمية كاد يسجل هدف التعادل، مثل ما جاءت على الطائر سددها إنييستا. تسديدته إنييستا اعتلت المرمى، اعتلت عارضة الريال بسنتيمترات، بدا وكأنها اصطدمت في احد اللاعبين. نعم ركلية لبرشلونة، بيكي بيدور من هناك ناحية جوردي ألبا، جوردي ألبا، ميسي، اوه با ضربة جزاء، جول، ضربة جزاء بطاقة حمراء، كما انت قاسي ايها الحكم، كما انت قاسي ايها الحكم. تعالتني راموس وركلة جزاء لبرشلونة، يا إلهي لقطة جميلة. شوف اللمسة من الساحر، الله على ميسي، لمسة من بينهم خدعهم نيمار، هنا انطلق، هنا مر، هنا تعرض للإعاقة، وركلة جزاء وطرد لريال مدريد.
وربما نقول تنقلب الموازين. ميسي دي غولوبيز، ميسي دي غولوبيز، ميسي دي غولوبيز، ويسجل براحة ميسي جول جول. هنا الإعاقة التي تمت، وهنا اللقطة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد، وهنا ركلة الجزاء، وهنا الهدف الثالث، والآن ثلاثة مقابل ثلاثة. يا إلهي دانيال فيش كاد يسجل الهدف الرابع القاتل للبارسا. بوم، ضربت في القائمة الأيمن ورجعت من أمام ديغو لوبيز، فرصة سانحة للبارسا ضاعت. ريال يتراجع ويحكم مناطق في الخلف ولا يسمح لبرشلونة بأن يصل كرة لماسكيرا الجميلة، لكنها فوق المرمى من جانب ماسك. ماسكي تسديدة لكنها فوق المرمى، اسمح للقول أنه نتيجة التعادل اليوم بصراحة نقول لا بأس بها بالنسبة لجماهير الفريقين. على الجهة اليسرى يرجع لتشافي مرة ثانية، تشافي يستا، يستا توغل من هناك إلى الملعب من يستا. با 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 كارثة، كارثة. حكم المباراة يقول ضربة جزاء لإنييستا، الكل ماسك راسه في سانتياغو برنابيو. كرة ثانية لبرشلونة، إنييستا مع كارفاخال. لا 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 يا مينا من شجاعة بالنسبة للحكم. نعم هو خطأ، نعم هو خطأ. قد يكون البعض لماذا يمنح ضربة جزاء؟ الأمر يتعلق بمباراة الريال والبارسا. حكم المباراة هو ميسي وديغو لوبيز. الخمس دقائق الأخيرة ميسي يلعب الكرة. وصلت لليو ميسي، ليو ميسي في خطأ. نعم يصفر حكم المباراة، يصفر نهاية اللقاء. البارسا تفوز في سانتياغو برنابيو على الريال بأربعة ثلاثة. البارسا تحبس أنفاس عناصر فريق ريال مدريد في مهرجان كروي فريد من نوعه شاهدناه معكم مشاهدي الأفاضل اليوم في هذه الأمسية في ملعب سانتياغو برنابيو مع مشاهدينا في بيك سبورت. لا أقول بأنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل، لأنكم فعلا استمتعتم، ربما فقط عشاق الريال الذين لم يستمتعوا.